السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا مع بعض نكمل الوحدة الثالثة عن جزئية الماضي البسيط، ازاي انفي في زمن الماضي البسيط. طبعا النفي يعني احط كلمة not not. طيب احطها مكانها فين؟ تعالوا نشوف مكانها فين في الجملة. انا عندي لما يكون الفعل الاساسي في الجملة was aware فهحط جنبيه not، زي I wasn't a student 2 years ago. حطينا هنا فين not جنب was. طب لو ما الفعل يكون الأساسي في الجملة ما هوش was ولا where، هنعمل إيه؟ هنحط did ونحط جنبها not النفي، فيبقى علي didn't play هو ما لعبش football yesterday، ما لعبش كرة قدم أمس. يبقى حطينا عملنا هنا إيه؟ عملنا الفاعل اللي هو علي أو أي ضمير فاعل، وبعدين حطينا didn't اللي هي كانت بتعبر عن نفي، وبعدها بيجي الفعل في المصدر اللي هو play، ما صرفناهوش، ما حطيناهوش اي دي ولا حطيناله التصريف التاني، لا بيجي بعد did على طول سواء مثبتة او منفية بيجي بعدها الفعل في المصدر. طيب تعال نشوف مع بعض هناخد ايه في الفيديو ده. كمان ناخد مع بعض اسئلة على زمن الماضي البسيط اللي شرحناه في الفيديوهين السابقين. كمان تعالوا نشوف الأسئلة بتقول إيه. they not football last Friday playing ولا plays ولا played ولا play. السؤال اللي بعده you go to the dentist yesterday does ولا do ولا did ولا is. السؤال بعد كده yesterday they not a bus by themselves take ولا takes ولا talk ولا taking. السؤال اللي بعد كده برضو I am going to the not as I have a toothache dentist ولا supermarket ولا grocer ولا nurse. اخر سؤال I not going to wash my hair tomorrow do ولا is ولا am ولا are. ما تنسوش مع قناة سارة سامي الانجليزي بإذن الله أسهل تعملوا لايك وشير، مشاركة كمان لأصحابكم عشان تعم الفايدة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونسوش الاشتراك في القناة. وبالنسبة لصفحة الفيسبوك متابعة وإعجاب، وحاولوا تشوفوا معانا الإجابة بتاعت الأسئلة دي في آخر الفيديو. فكرتوا في الإجابات؟ تعالوا مع بعض نحلها بقى. أول حاجة أول سؤال هيبقى زي played football last Friday. اخترنا ليه played؟ لأن هي آخرها إيدي في زمن الماضي، انه فعل عادي مش بيموش شاز، والجمله في اخرها كلمه لاست، ودي من علامات زمن الماضي البسيط لاست فرايداي جمعه اللي فاتت. السؤال اللي بعده طبعا اخر الجمله فيها يستر دي، يعني بيدل على ان الجمله دي في زمن الماضي البسيط. وعندي كمان كوتشن مارك، يبقى السؤال لازم يبقى فيه هنا وهنا عندي جو، يعني الفعل في المصدر، يبقى قبلها لازم يبقى ديد. السؤال بعد كده yesterday من علامات زمن الماضي البسيط، يبقى تصريف الفعل عندي هيبقى في زمن الماضي هيبقى talk، وهو التصريف الثاني لانه فعل شاز take فعل شاز، هيبقى التصريف الثاني منه talk، هنختار talk. بعد كده I am going to، الله ده من زمن ماضي خالص، امال ده ايه؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. I am going to يعني انا بنوي فعل شيء. طيب انا عايز اعمل ايه؟ to the نقط، انا عايز اروح لمين؟ as I have a toothache عشان انا عندي الم في الاسنان. مين اللي بنروح لما يبقى عندنا الم في الاسنان؟ الدنتست اللي هو طبيب الاسنان. طيب هي برضو نفس الفكره، هيبقى I not going to wash my hair tomorrow. الله tomorrow ده من علامات المستقبل، انا عامل انا ايه؟ انا عايز اعمل اغسل my hair tomorrow شعري بكره، يبقى اختار ايه؟ I am. طب تعالوا نفهم فكره الجملة دي أو فكرة تكوين السؤال ده إزاي؟ تعالوا نشرحها مع بعض. كما أنتوا شفتوا في الأسئلة آخر سؤالين كانوا بيتكلموا على حاجة بتدل على المستقبل، يعني بنوي فعل شيء. طب تكوينه إزاي؟ قال لي am أو is أو are زائد going to زائد الفعل في المصدر. طيب يعني إيه؟ يعني أنا ناوي أعمل حاجة، فبستخدم بقول لإما أقول I am going to أنا هنوي أعمل شيء، أو he is أو she is أو it is، أو في الجامعة نقول we are أو they are أو you are. يبقى عرفنا هنا إن am بيجي قبلها I، و is بيجي قبلها he أو she أو it، و are بيجي قبلها we أو they أو you.
وبعدهم going to ثابته معاهم كلهم، والفعل بيجي في المصدر ما فيهوش اي اضافات. يبقى انا معنى الصيغه دي ان انا هنوي فعل شيء في المستقبل. يا رب يكون المعلومه وصلت لكم بكل سهوله، وما تنسوش مع قناه سراسام الانجليز دايما اسهل. في امان الله.